السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس 10 من سلسلة إثارة المرحلة الابتدائية. الدرس اللي غادي نشوفو اليوم هو ليزينيتي دو ميزور، وحدات القياس. أول وحدة للقياس اللي غادي نشوفو هي لونغور، اللي هي الأطوال. إذا الوحدة الرئيسية هي المتر، ثم كاين الديكامتر، ثم هكتومتر، ثم كيلومتر، ديسيمتر، سنتيمتر، ميليمتر. ندوزل لو طابلو دو كونفيرسيون دي زونيتي دو لونغور. هاد الطابلو مهم جدا، ولي خصكم تكونوا حافظينو وعارفين ترسموه مزيان. هنا كاينة لو متر اللي هي قلنا الوحدة الرئيسية، تابعها مباشرة الديسيمتر، ثم السنتيمتر، ثم الميليمتر. هنايا واحد الملاحظة، بزاف ديال التلامد هنا المتر تيتبعها السنتيمتر، دونك لا، المتر تبع الديسيمتر عاد سنتيمتر عاد الميليمتر. من جهة أخرى كاين الديكامتر، ثم هكتومتر، ثم كيلومتر. إذا عفاكم هاد لي جدول خصكم تكونوا حافظينه مزيان وتعرفوا ترسموه مزيان. ندوزو نشوفو أمثلة باش نفهمو مزيان. مثلا عندي 0.7 هكتومتر، بغيت نحولها لديكامتر. إذا أش تندير؟ أولا تمشي الوحدات. عندي الوحدات هي زيرو، اذا هاد الوحدات كنحطها في الخانه ديال هاد الوحده اللي عطاني اللي هي الهكتومتر. دونك زيرو غادي تمشي للخانه ديال الهكتومتر. من بعد تكتب العدد عادي بلا فاصله، بلا فاصله. ثم بعد ذلك ترجع تنشوف قال لي حولها للديكامتر. فين الديكامتر هي؟ اذا تنحط الفاصله هنايا. اذا شحال هو هاد العدد؟ هو 7. واحد الملاحظه هنا، الفاصله ديما تتكون على اليمين ديال هاد الخانه، على اليمين، وكل رقم تيتحط في خانة، إذا خانة كتحط فيها رقم واحد. ندوزو لمثال آخر، مثلا 45.3 ديسيمتر و 16 متر، بنحولها للمتر. هاد وهنا راه هي زائد، غير ما تنكتبوهاش، إذا نعقلو عليها ونديرو نفس الطريقة، نحطو 45.3 ديسيمتر بوحدها. إذا فين هي الوحدات؟ هي 5، غادي نحطها في لاكاز ديال ديسيمتر. دونك 5 غادي تحط في لاكاز ديال ديسيمتر. ثم تنكتب العدد عادي، هنا كاين 4 وهنا كاين 3، قلنا تنكتبو العدد بلا فاصلة. ندوزو ل 16 متر، هنا الوحدات هي 6، غادي نحطها في لاكاز ولا الخانة ديال لو متر. إذا تمشي 6 غابة تحط لينا في لاكاز ديال لو متر، وهنا متنحطوهاش قدامو، إنما تنهبطو للسطر باش نحطو العدد الآخر. ثم عندي 1، من بعد أش كندير؟ كندير عملية الجمع، حيت قلت هنايا راه كاينة الجمع غير متنكتبوهاش. اذا قبل ما نديرو عملية الجمع تنزيدو الاصفار، هادشي عرفتوه. ثم بعد ذلك تنقول بالعملية، 3 زائد 0 3، 5 زائد 0 5، 6 زائد 4 هي 10، تنحط 0 ونحتفظ بواحد. 0 زائد 1 هي 1، زائد 1 للاحتفاظ هي 2. عاد كنرجع قال لي حولها للمتر، تنمشي فين هي الخانة ديال المتر؟ هي اذا فين خصها تكون فاصلة؟ غادي تكون هنا على اليمين ديالها. اذا شحال لقيت؟ 20.53. ندوزو لمثال اخر، 40.36 هكتومتر، بغيت نحولها لسنتيمتر. اذا نعرفكم نفس الطريقه، فين هي الوحدات؟ هي 0، غادي نحطها في الخانه ديال الهكتومتر. اذا 0 غادي تحط في الخانه ديال الهكتومتر، ومن بعد كنكتب العدد عادي. دونك هنا هي 4، هنا 3، هنا 6 بلا فاصله. اذا هنايا ترجع بنحولها لسنتيمتر، فين السنتيمتر؟ ها هي. اذا باش نوصل للسنتيمتر اش خصني ندير؟ خصني نزيد الزيروات. اذا شحال لقينا؟ لقينا هذا العدد. ندوزو لوحدات القياس اخرى اللي هي لي ماس، اللي هما الكتل. الوحده الرئيسيه بالنسبه للكتل هي الجرام، وكاين عاوتاني نفس الشيء ديكاغرام، ثم هكتوغرام، ثم كيلوغرام، ديسيغرام، سنتيغرام، ثم الميليغرام، وزايده هنا قنطار، ثم طن. ندوزو لو طابلو دو كونفيرسيون دي زينيتي دو ماس. اذا هنايا نفس الشيء، هنا كاينه الغرام هي الوحده الرئيسيه، تابعها الديسيغرام، ثم سنتيغرام، ثم الميليغرام. ورجعوا هنا كاينه ديكاغرام، ثم هكتوغرام، كيلوغرام، نقطه، قنطار، طن. اذا هنا عافاكم عقلوا على هذا الطابلو مزيان. اذا بالنسبه للطابلو ديال لي ماس ديال الكتل، فكنزيدو هنا نقطة، تبعها قنطار، ثم تبعها طن. إذا نعقلو على هادشي مزيان. ندوزو باش نفهمو أكثر عاوتاني، نعطيو أمثلة.
مثلا بغينا نديرو 8.52 طن، بغينا نحولوها للقنطار، شحال اش بغينا نديرو؟ نفس الطريقة، فين هي الوحدات؟ هي 8، غادي نحطها في لاكاز ديال الطن. اذا 8 غادي تحط في الخانة ديال الطن، وتنكتب العدد عادي بلا فاصلة. عاد كنرجع، اش قال لي؟ قال لي نحولها للقنطار، فين هي الخانة ديال القنطار؟ هي اذا الفاصلة غادي تحط هنا، اللي هي غتعطيني في الاخر 85.2. ندوزو لمثال اخر، فين هي الوحدات؟ هنا هي 7، غادي نحطها في الخانة ديال الهكتوغرام. اذا 7 غادي تطلع للخانة ديال الهكتوغرام، ونكتب العدد عادي. كاينه هنا 4 و2 ثم 3. عاد من بعد غادي نجي قال لي حولها للديسيغرام، فين الديسيغرام؟ ها هي. اذا خصني نزيد اصفار حتى نوصل للخانة ديال الديسيغرام. اذا العدد اللي حصلنا عليه هو هذا. ندوز المثال الاخر، 8 طن و15 كيلوغرام و247.3 هكتوغرام. اذا هنا قلنا هنا هي عملية الجمعية زائد، وهنايا زائد، فقط عادة ما تنكتبوهاش. اذا ندوزو نعمرو بنفس الطريقة. اذا هنا عندي الوحدة هو 8، وعندي هنايا الخانة ديال الطن. اذا 8 غادي تمشي الخانة ديال الطن، 15 كيلوغرام عندي الوحدة هي 5، غادي تمشي الخانة ديال الكيلوغرام. ثم يا هنا ثم نكمل العدد، عندي 1 دونك 1. ثم نجي العدد الاخير، عندي الوحدة هي 7، غادي تمشي الخانة ديال الهكتوغرام، فين هي الهكتوغرام؟ ها هي. دونك 7 بتمشي الخانة ديال الهكتوغرام. وقتها نكمل العدد 4 2 ثم 3. ثم في الاخر كندير عملية الجمع. علاش؟ حيت عندي هنا قلنا الجمع، هنا قبل ما نجي عملية الجمع كندير الزيروات، كنزيد الزيروات هنا اللي خاصني. اذا هنايا الزيروات اللي خاصني هنايا، ثم هنا زيرو، هنا زيرو، وتنجي عملية الجمع العادية، 0 زائد 0 زائد 0 هي 3، 0 زائد 0 زائد 7 هي 7، 0 زائد 5 زائد 4 هي 9، 1 زائد 2 هي 3، 0 زائد 0 زائد 0 هي 0، 8 زائد 0 0 هي 8. وعاد كنرجعو قال لي حولها للقنطار، دونك فين هي الخانة ديال القنطار؟ ها هي. دونك تنحط الفاصلة هنايا، وتنحصلو في الآخر على هاد العدد. ندوزو لآخر وحدة القياس، اللي هي لي كاباسيتي، اللي هي السعة، اللي هي السعة. إذا الوحدة الرئيسية ديال السعة هي ليتر، وكاينة ديكاليتر، ثم هكتوليتر، ثم كيلوليتر، ثم ديسيليتر، ثم سنتيليتر، ثم مليليتر. وندوز لو طابلو دو كونفيرسيون دي زونيتي دو كاباسيتي. هاد الطابلو عاد عاوتاني كاين ليتر هنايا، تبعها ديسيليتر، ثم سنتيليتر، ثم المليليتر، الشيء الاخر كاين ديكاليتر، ثم الهكتوليتر، ثم الكيلوليتر. عفاكم هاد الطابلو تيخصك تحفظ مزيان بلا ما نعاودها. ندوزو نفهمو امثله. عندي 507 مليليتر، بغيت نحولها لليتر، نفس الشيء. فين هي الوحدة؟ هي رقم 7، خصها تحط في الخانة ديال الميلي ليتر. دونك هنا خانة الميلي خصها تحط 7، وندير العدد ديالي 0 ثم 5. كي قلنا عقلو بلا فاصلة، ما تنديروش الفاصلة. إذا بغيت نحولها ليتر، ها هي، خصني نزيد 0. فين هي الفاصلة؟ تتكون على يمين ديال هاد الخانة، دونك هي 0.507. ندوزو لمثال آخر، اللي هو 83.4 ديكاليتر، بغيت نحولها لهكتوليتر. نفس الشيء، تمشي للوحدات، رقم الوحدات هو 3، تنحطو في الخانة ديال الديكاليتر، وتنكمل العدد ديالي عادي بلا فاصلها. عاد كنرجع تنقول هذا قال لي نحولو للهكتوليتر، دونك فين هو الهكتوليتر؟ ها هي الخانة. إذا أش خصها؟ خصها فاصلة على اليمين. نديرو آخر مثال، اللي هو 7.9 لتر، بغيت نحولها لمليليتر. دونك الوحدات هي 7، غادي نحطها في الخانة ديال الليتر، ها هي، ونكمل العدد ديالي هي 9. عاد غادي نرجع، فينا هو قال لي نحولها لمليليتر، فينا هي المليليتر؟ ها هي. دونك تنزيد الزيروات باش نوصل للخانة ديال المليليتر، وتنحصلو على هاد العدد 7900. اذا نتمنى انكم تكونوا فاهمين هادو. الاخرين ديال المربع وديال المكعب غادي نشوفوهم فاش نهضروا على المساحات والحجم. اذا نهايه الدرس العاشر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.